جايز كيف حالكم؟ الف خير انتم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو راح يكون روتين اليوم الخميس لليوم كامل. وانا اليوم انه راح انا استلم الشهاده وكيف الليل وكل الاشياء حتشوفوا يعني يوم كامل يعني من صبح الى ليل مره ليل. سيكون كل خطوه انا راح اسويها او هو يوم من حياتي. فيب بسيلكم كل شيء دحين بالتفاصيل. سوي لايك شير سبسكرايب وكومنت ويلا نبدا. طبعا هذه الاشياء اللي راح البسها، راح البس الدريسز نفس صحباتي وشوز واكسسوارات وقليل بنفيت بما انه يعني ما يسوي شيء يبين كانه طبيعي وبس. بس يا جماعه تبي استلمت الشهاده وبس اخذت من صحباتي هدايا وكذا. راح تشوفوها ان شاء الله في سنابي راح يطلع لكم على الشاشه دحانه وبس. تعالوا لكم تشوفوها هناك. واللي مضيفني يضيفني بس دحين ماما وبابا يقولون سيني مفاجاه بس ما ادري ايش هي. انا اخذت الشهاده كلها متفوق. انت اخذتها متفوق ولا لا؟ طبعا هنا يا جماعه ماما وبابا وكرم جابوا لي هديه مره شكرا. طبعا فتحتها وكانت مكياج بس نسيت اصور لكم. وهذه الهدايا من صحباتي مره شكرا وسلسة في روم. ودحين يا جماعة أنا هروح عند ستي وراح ألبس هذا الفستان مرة حلو. طبعا هي جابت لنا هو قالت حتسوي لنا مفاجأة بس ما نعرف إيش هي. وراح أحط شوية ميك اب بلاشر روج مشط حواجب كده. وهذه الإكسسوارات اللي راح ألبسها. وطبعا هنا يا جماعة نحن وصلنا عند تيتا وبس دحين قاعدين نتقهوى وناكل شيبسات وزي كده. وهنا ستي سوت لنا مفاجأة وجابت لنا هدايا نجاح وكيكة. مرة شكرا يا ستي. طيب يا جماعة حوريكم دحين الهدايا اللي جاتني. أول شيء ماما جابت لي هذه كنت أبغاها وجابت لي هي. وهذه خالة غدير جابت لي بس من كثر الحماس فكيتها. وستي أعطتني 50 ريال وجدو أعطاني 20 ريال. وخالة فنان جابت لي هذا الصندوق مرة كيوت. وبرضو خالتي أشواق جابت لي حلاوة لكن أكلتها وأخوي أكلها وبس. وهنا دحان جاء وقت العشاء أكلنا أكل جاوي مرة لذيذ. بس يا جماعة آسف على الإضاءة مو مرة بس الإضاءة طفت حقتي. أنا دحان خلاص خلصنا من بيت ستي ورجعنا البيت ودحان خلاص راح أنام وبس. يا جماعة حابة أقول لكم إن هذا الفيديو لو وصل 15 لايك أو 16 لايك راح أسوي لكم يوم كامل من أي لون من الفيديو اللي راح في الكومنتات وبس. مع السلامة.